عطينا سيدي الرقم تليفون. عطينا رقم 46 23 71 44. إذا متتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. إذا معنا اليوم واحد السيدة اللي هي كسالة، كانت ديجا كسالة في الحمام 16 سنة وهي خدامة كسالة. عانت كثير ملي جات يعني من الخدمة، واحد النهار لقات راسها تشلات. واخا لالا عاودي لينا بالضبط التفاصيل، كيفاش تشليتي، كيفاش هاد المعاناة كاملة اللي عشتيها عاودي علينا. جيت من الخدمة نعس هادي مع الخمسة الصباح، لقيت يدي ورجلي تشلول، لقيت يدي ورجلي تشلول، بديت كندير الدياليز. صار من تما وليت كندير الدياليز، وليت باك إلا ما جابو لنا الناس ما ناكل أنا وراجلي. كان خدام ملي مرض تبرك، مبقاش خدام. هي هاديك دابا لما جبنا ما ناكلو ما كناكلوش. دابا بغيت أنا كروسة حازمة بالخير، بغيت حاجة، بغيت كروسة. هاي ما واحد ما تذكرني بكروسة إلا خدم جابوها لي شي لا خلف عليه. كنطلب من الله وهما يفكرون فيها كروسة يجيبوها لي ينزلها رجليا. كنتمنى يا مامتي كروسة. هادشي اللي كنتمنى من عند الله. بغيت كروسة نزلها رجليا، الراجل واعية بهادي اللي فيها الشربيط. بغات شي حاجة، بغا كروسة. الراجل هو تا هو بالك من الخدمة حدايا مع خدام مادام، ناسي كيطيبو يعطوني ما ناكل، ما عندي ما ناكل. ما خاص دبرت على شي حاجة ما كناكلوهاش. قولي لينا ملي كنتي خدامة في الحمام اشنو طالب، كيفاش جيتي ومرضتي ولقيتي راسك تشليتي، هادشي كامل بغينا نعرفوه. والو كنت خدام من داك النهار نهار كله بواحد صاحبتي ما كانتش معانا، كنت انا وحدة اخرى اللي جا كتقول لها حدا تحكلك في السخون. شنو كيقولوا؟ كيقول لها حدا تحكلك من في السخون. بقيت داخلة مع متى تسعد بالليل، خرجت عطيت منطق 10 دراهم، قلت لها خويا ديك الهضرة تهضر معايا ما فيا ما غنهضرش معاك. وصلني حدا الحال وحطني، فعلا جابني حدا الحال حطني. كنت غادا نطيح شافني صاحب راجل ويقول لي ماك فلانة، قلت لها خويا ما عادش فيا الدخرة كنحس بالكبير تحشو ليا. السخونيه اللي كتدخلي مره داخله مره خارجه ما عرفتش تما فين طلع ليا وقال لها الطونسيون. جيت هنا طلعت على يدي ورجليا في الدروج، لقيت راجلي كيطيب في العشاء. قلت له انا باغا نعس، نعس مع الخمسة الصباح ملي نت لقيت هاد بلي تشلات ورجلي. دابا راه طالعه 8 سنين. ما عمرش واحد تفكرني ولا عرفني ولا واحد. الناس الله يخلف عليهم والله يعطيني مزينتهم. هادوك كانوا كيجيو يعوموا عندي. نهار اللي شافتني مسكينه بحال ما هكا كتصيفط لي هذيك البركه الله يخلف عليك وعليهم. وما شي حد اخر ما كاينش. دابا انا باغا كروسة سادو، راه كيشريو ليا الناس الله يخلف عليهم. لا قد على شي حاجة كيجيبها ليا كناخد بادو. انتي ما انتي بحال بديتي كتنسي هاد الهموم، كنتي هذوك الهموم بديتي كتنسيو. بغيتي غير ملي تخرجي تلقاي الكروسة اللي غادي تمشي فوق منها، وحتى تجي تشوفي الهواة، تتشوفي الناس، واحد الهواء اللي هو زوين. وي ولا بصح النيس ربعت خطات وحق الله كنكون باركه بوحدي. كندير
كنقول شوف انا دابا سبحان الله ربي بغيت شفني كدايره الحمد لله، حيت ما بقاو لا رجلي لا يدي، ها يدي عندي، ها رجلي عندي ولكن ما بقاوش عندي. شكيقول لك الطبيب؟ اش كيقول لك؟ اش كيقول لي؟ كيقول لي بقى عندك امان صافي، بقيت كنرمو الامان يدي امان. هو هذا اللي مكفص معايا، هاو هذا راجل هو اللي كيبدل لك، هو اللي اي حاجه كيديرها ليا، اي حاجه بغيتها هو اللي كيديرها ليا. بغيت حاجتك من بول، هو بغيت اي حاجه هو اللي كيديرها ليا. الصابون يصب لي العمان يعومني، اي حاجه بغيتها هو اللي كيديرها ليا. ما هل يدينها مول كان ما كاينينش بحال ما عنديش. كنقول ها مول كان فينا ما من هنا، من هنا كل ما المفاصل داريني ها ودي اس كندير جوج مرات بحال دابا السمان عندي فيها ثلاث، غنديرو الثلاث والخميس والسبت زعما الحمد لله. كيخليو حتى واحد يدخل، هو كيدخل معايا كيقول لك دولي الطبيبه. السلام عليكم. السلام الله يحفظك. عندك واحد الاجر كبير. الله يحفظك. شكرا. كنشوفوا الازواج كيوقفوا مع شكرا الزوجات ديالو في مثل هذه المعاناه اللي كيعانيوها. واش غدير انسان اش غيدي معاه؟ ما عنده ما يدي معاه والو، حتى حاجه ما يديها معاه في الدنيا. الله يحفظك. الله يطول لك. كما قلت لك زعما في الدياليز راه ما كيخليو حتى واحد يدخل، مانعين عليهم فهمتيني، حيت كيجيو الناس سميتو كيحطها حدا الباب وكيمشي بحالاته وما كيتكلفو بها. انا كتقول لي الطبيبه دخلها، فهمتيني، هو راجل طبيب الله يعمرها دار، يقول لي دخلها وبركها وقادها وداك الشيء، باش كيخلوني نخرج. هذا هو اللي كاين. انت اللي كتبدل ليها. ايوا اش غندير؟ كلشي مني انا، اش غندير؟ اش غدير؟ دابا هي الامنيه ديالها شناهي يا سيدي؟ والامنيه ديالها بغينا حنا هاد الصح، هادشي اللي كنتمنى. علاش كنجرو بها بحال هكا؟ باش هي تصح وتتمشى وداك الشيء هذاك ما كان. دابا هي كطال مسكينه باغا الكرسي ديال المتحرك، حيت ما كتقدرش. انا راه كنهودوها في الدروج باركه وما كنطلع حتى كيجي الدري، كنهزوها بحال العماريه، هزها من هنا ومن هنا ونطلعوها ونبركوها تما. واش غادي دير؟ هذه هي الحياه، هذه الحياه. صبروا نتمنوا من الناس. خذي ان شاء الله. هاكي شوف اسم الكريم ديالك لاله حاده. لاله حاده، لاله حاده ان شاء الله. بارك الله. هذاك الشيء اللي كتمناه اليوم كاينين المحسنين، مازال كاينين المحسنين، مازال كاينين ذوي القلوب الرحيمه اللي غادي يعاونوا. بارك الله فيك. كنعاود نوري المشاهدين مسكينه، هذا هو الكرسي اللي كتبقاي فيه النهار كامل حتى كتبغي تنعسي. هو هذا الكرسي ديال الدار هو اللي كتخرجي به. هو اللي كنخرج به وكل شيء هذا الكرسي. حزمها بالقنان باهو. ديري لي كوش لاله حاده. كنت كنديرهم دابا مني حيت بولا قلالت لي مبقيتش كنديرهم. ما كنت كنديرهم نكذب، اي باقا عندي وحده نيت. كانت يوميا كدير وحده. شكون اللي كيصرف عليكم؟ شكون اللي كيخلص لكم الكرا؟ شكون؟ ها هي كلشي كتخرج مسكينه كتدبر على شي مسيره. راه هي كتخرجي تسعي الله حنا كنعرفو. هي هذاك الشيء. كنخرج اختي نكذب. هذا عيب، كنخرج كنجيب داك الشيء اللي جبسو ياكل منه وشتي منه الحمام وداك. وراجلك ما خدام؟ ما خدامش. ها هو الدار ديالها هي معاها. غنجيبها اش غندير؟ عندكم شي وليدات؟ ها ولد. عندي ولد واحد راه سوا بالك خدام مع غارديان، الله مع بنتو ومرتو مكافي. ما عرفتيش شنو كتمنى؟ فتحي لنا قلبك المشاهدين راه باغيين يعاونوك. اختي تنقول لك انا بغيت هاد الدواء ديالي كرسي، هادشي اللي كنطلب من عندهم والله سبحانه وتعالى، هادشي اللي بغيت ما حد يبقى حيا. مالا الله يطول لك في عمرك. انت الامنيه ديالك غير كرسي صافي، انا كنتمنى ترجع للصحيح حتى ان شاء الله. هذاك الشيء اللي الصحة ديالها كلشي، يمتو بالله الصحة من عند الله سبحانه وتعالى. يمتو بالله الصحة وطول العمر والزوج مثالي، نتمنوا زوج مثالي لأن قليل الأزواج بحالي صراحة. حنا كنشوفوا المجتمع المغربي ديالنا المرأة ملي كتعيا ولا كتمرض قليل الأزواج اللي كيبقى معاها. ويا بصح النيس. الله يطول لك عمرك، الله يشافيك، ونتمنوا من المحسنين، نتمنوا مشاهدين.
نتمنوا من المحسنين اللي كيشاهدوا هذا اللايف اولا انكم تبارطاجيوه الله يجازيكم بخير، ثانيا كنتمنوا من ذوي القلوب الرحيمه من المحسنين انكم تعاونوا هذه السيده، عندها امنيه وحيده فعلاش لا ما نحقوهاش ليها، هي انها تشري واحد الكرسي متحرك، الله يجازيكم بخير. كتقول انا ملي كنخرج كنبغي حتى انا نشم الهواء، كنبغي نشوف الناس، كنبغي نشوف حبابي، ولكن ما عنديش فاش نمشي. الله يجازيكم بخير، اللي عنده الاستطاعه الماديه يعاون امي حاده راه كتواجد في المدينه القديمه، اولا تجي تشوفوها مسكينه فين عايشه، عندها وليد واحد خدام كارديان، عندها الزوج اللي ما لاقيش خدمه، هو اللي كيبدل ليها، هو اللي يصبل ليها، هو اللي يدير ليها كل شيء. فكنتمنوا منكم شوفوا غير في وجه هاد يعني هاد الكوبل الجميل، هاد الكوبل يعني زوج يحترم زوجته وكيقدرها وكيوقف معاها، فقليل كنشوفوا هاد الشيء صراحه. شنو الكلمه الاخيره للا او شنو هو الطلب ديالك للناس اللي كيشاهدوا؟ الله يجيبوا لي بصدر ربي، هادشي اللي كنطلب منهم، والله خلي لهم الصحيحه ديالهم، والله عطا منا شي عطيق. يا خاشي عاد في سبيل الله. إذا 0943 23 71 44 هذا هو الرقم ديال هاد الأسرة، رقمك هذا سيدي أنت ولا رقم هي؟ الله يخلينا الله والملك وتوما المغاربة ديالنا الله يخلف عليهم. مرحبا. إذا 0643 23 71 44 هذا الرقم ديالك سيدي انت. إذا اللي بغى يتواصل معكم بغى يتواصل معكم فيه إن شاء الله. إذا المتتبعين نلقاكم إن شاء الله في بث آخر، إلى اللقاء. الله يرحمك.